زي ما قلت 126 فدان هتتكلف بتكلفة مبدئية 20 مليار جنيه، وبالتالي تم جزء كبير يعني تم دفع يعني المباني تقريبا اكتر من في مباني انتهت وفي مباني على 40%. يا دكتور انت دفعت 600 مليون جنيه، دفعت 600 مليون جنيه يا دكتور مصطفى، دفعت 600 مليون جنيه، دفعت 200، لا كل اللي دفعته في الموضوع ده بتاع قهوه فينا لغايه دلوقتي 600 مليون جنيه. اكمل لك بس طب بقيت الفلوس عشان التاخير بتاع بالمناسبه انا قلت لهم تعاقدوا يعني ما تنتظروش الدكتور علي، انا قلت لهم كده بجد. لا والله انا عارف تعاقدوا عشان نقدر نخلص في ميعادنا. انا بس عايز اقول لكم هي الفكره بتاعت ان احنا بنحيا قهوه فينا ليه؟ معلش انا يعني عشان الساعه 9 وانت قلت ان الوقت أزف يعني. شوف احنا المصانع دي كانت قبل كده بتطلع انتاج، كانت بيجي في الازمات بتاعت مثلا بين العروات وبين الكلام ده، فالناس تبقى متدور على منتج تقدر تجيبه بسعر مناسب مش كده؟ او حتى المرأة العاملة او كده تقدر تجيب بالمنتج ده وتستخدمه وتوفر وقت. وبعدين برضو تاني نتيجة إن الإدارة بتاعت الأمور ديت لسنوات طويلة تراجعت وانتهت، وانتوا كنتوا خلاص حتى خلاص فقلنا لأ احنا نجيبهم تاني ونعمل مصانع جديدة جدا. وحتى لما قلنا الانتاج اللي انتوا كنتوا طرحينه قلت ضعفوه ضعفناه. انا بقول طب ليه؟ لأن الكمية اللي كانت مطروحة وقتها كانت بتناسب مع عدد سكان غير اللي احنا فيه خالص وغير اللي احنا رايحين له. وبالمناسبه انت قلت عشان التصدير، وانا معاك بس بعد ما ايه؟ بعد ما نلبي المطلب بتاع السوق المحلي بتاعنا، يعني بعد ما نخلص الناس بتوعنا. اي حاجه بنعملها الاول بنقول نلبي المطلب داخل الدوله، ثم لو احتاج لو في فرصه ان الكلام ده يطلع يتصدر نصدر. انا بس عايز اقول لي كل وقت نضيعه وفي مشروع زي كده او غيره احنا بنضيع فرصه، لان الاسعار بتتغير والظروف بتتغير. اتفضل. شكرا. قمه البنيه الاساسيه وهي انشاء البورصه السلعيه. البورصه السلعيه مصر كانت مشهوره قوي بالبورصات قبل كده، ولكن في الستينات وما حدث في التأميم وكل ده ألغيت البورصات، سواء بورصة القطن أو بورصة البصل أو كذا. والحمد لله منذ عامين فقط تم أخذ قرار من مجلس الوزراء لإنشاء شركة فيها مشاركة ما بين البنوك وما بين الاتحاد العام للغرف التجارية وما بين جهاز تنمية التجارة وكذلك هيئة السلع التموينية، بحيث بقت البنوك المصرية الأهلي وكثير من البنوك وبنك مصر موجودين، فابتدى يبقى في كيان اسمه البورصة السلعية. البورصة السلعية عبارة عن بنية أساسية تكنولوجية قوية بحيث تبقى موجودة، بحيث يكون عليها البائعين والشاريين وكذلك الناس بتوع التقييم وكل الأمور اللازمة في البورصة.